قالت مصادر في المعارضة السورية إن الصواريخ مجهولة المصدر استهدفت عدة مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في ريف حمص وقرب العاصمة دمشق ومواقع في حلب. وأكدت المصادر أن الصواريخ استهدفت مطار لشعرات في ريف حمص الشرقي ومطار لضمير في ريف دمشق، كما سمع عدوي انفجارين في منطقة الكسوة في ريف دمشق الغربية.